المباراة محاولة لصالح شبيبة بجاية، محاولة كبيرة خطيرة خطيرة وتبقى لصالح فريق شبيبة بجاية، محاولة وهناك وضعية تسلل وانطلاقة بوداوي، انطلاقة بوداوي مرر الكرة هذه داخل منطقة العمليات ومباشرة تسديدة قوية والحارس علوي كان في المكان المناسب. بوداوي ترجع الكرة لنادي بارادو، نادي بارادو المحاولة ولكن هناك الحارس سبق علوي بن عيادي حوس يحاول الدخول لمنطقة العمليات كالعادة وتسديدة قوية ستنطع مباشرة ناحية بن عياد، محاولة وخطيرة والهدف الأول لصالح نادي بارادو بعد محاولة وهجمة معاكسة. إذن صعود لاعبي شبيبة بجاية خلى المساحات شاغرة في الدفاع وسجل فريق نادي بارادو عن طريق زرقان رقم 90 في محاولة فردية لكن نعم مرفوعة داخل منطقة العمليات. هايلة هذه الكرة، كانت تسديدة بقوة كبيرة. بوعكاز شفنا هنا النتائج جد إيجابية داخل منطقة العمليات وشبيبة بجاية راح يكون رد فعل سريع جدا ومحاولة لصالح فريق محاولة لصالح شبيبة بجاية ربما تسديدة لا ترجع الكرة لصالح الشبيبة، محاولة أخرى داخل منطقة العملية يسجل هدف فريق شبيبة بجاية، والهدف من فريق شبيبة بجاية كان رائع وجميل دون انتظار، يسجل الهدف الأول ويعدل النتيجة عن طريق رقم 20 دواجي هو اللي سجل الهدف. إذن رائع ومحاولة قوية بإرادة كبيرة وبلاعبين يعني ممتازين فريق شبيبة بجاية وفريق محاولة قوية من بن عياد. بوداوي راح من دون شك راح يسدد بقوة وللحارس وشريطية كادت الكرة تخادع الحارس، سيكون من الخاسرين في هذه المباراة. محاولة قوية والحارس قوية جدا من نعيجي، كانت بقوة مسددة وزرقان عادل مليحة على الجهة اليسرى تبقى داخل منطقة العمليات، محاولة لكن لم تبقى قوية والدفاع طويلة كرة لفريق ولكن شوف هجمة معاكسة وبوداوي وراء اللاعب والكرة وخطأ اللي أدى مقابلة في المستوى كاد اللاعب بن منصور هو اللي رمى هذه الكرة وتأهل شبيبة بجاية إلى الدور النصف نهائي. مبروك لشبيبة ولا يولا قبل كل شيء معناها الحمد لله على التأهل هذايا. احنا الماتش هذايا سيتي معناها اون لا جوي اون دو فوا دونك اون دو بارتي بلوتو لا بروميير بارتي سيتي اسي سيري اون ا فيني 0-0 اي اون ا بري بوكو بلوس لاسوندون دون لو نومبر دوكازيون في الماتش الي الماتش روتور اون ا بيان كومونسي اون ا فيو كو لا بروميير ميتون معناها اون اسيي كو ميم دالي ماركي ان بوت من بعد اون ا بري ان بوت كونتر لو كورون دو جو سور ان كونتر كي ايتي تري بيان مني سور ان بالون معناها ان كورنير qui était chez nous, on le donne carrément à le gardien, contre-attaque impeccable, mais ils ont mené Manéa au score 1-0, à la mi-temps on a dit qu'il fallait pas cesser Manéa laisser nos bases et partir avec l'abordage, il fallait rester organisé, essayer de poser le ballon au sol, essayer de jouer, c'est ce qui nous a apporté Manéa 2-3 situations chaudes, ça a apporté le but avait Manéa en coupe, ça compte double. C'est ce qui a fait que nous avons dû manier à reculer, essayer de garder le score. On sait aussi, Zadali, on a quelques joueurs qui ont eu les...
وي مي سي دي كيلكو جوار كيون لي كرومب زاد. الحمد لله يا ربي فزنا بهذا المباراه، كنا نستناو فيها تكون صعيبه كونتر فريق اللي يحسن يلعب كره القدم. ما احنا ما عندنا امكانيات، ما لي جوار تاعنا كاع لاعبين في النيفو، كنا عازمين باش نعودوا بالفوز ملعب بولوغين. الحمد لله يا ربي اللي وفقنا ربي وفرحنا الانصار تاعنا. طبعا